بقى نشوف هنعمل دلوقتي كفته بالفراخ حلوه قوي بس مع صلصه حمراء، وهنقدم معاها مكرونه سباجيتي. بس الفكره جديده. اول حاجه عندي اربع صدور من الفراخ مفرومين، اربع صدور من الفراخ مفرومين ناعم، وبصلايه مفرومه كبيره، ومعلقه توم باودر، ومعلقه بهارات، ورشه قرفه، وكمان معلقتين من الكزبره الخضراء، وقرن فلفل حامي، ومعلقتين من الزيت. هقول تاني، كفته الفراخ اربع صدور فراخ يا شيف يسر تنفع تبقى كفته وراك. ما هو الوراك يا جماعه بتبقى فيها عروق فمش هتتفرم ناعم، لكن الصدور بتتفرم ناعم جدا ما فيهاش مشكله. يبقى عندنا اربع صدور من الفراخ مفرومين، وعندنا بصلايه كبيره، ومعلقه توم باودر، ونص معلقه بهارات، ورشه من القرفه، ومعلقتين كزبره خضراء، وثمره فلفل حامي اختياري اللي مش عايز بلاش، ومعلقتين من الزيت. صوص الطماطم اللي هنعمله مقاديره كالاتي: بصلايه مفرومه ونص كيلو طماطم مبشوره، نص كيلو طماطم مبشوره، وبصلايه مفرومه وفصين توم، ومعلقه زعتر، ورشه شطه، ومعلقتين صلصه طماطم، ومعلقتين زيت زيتون، وهنقدمه مع مكرونه مسلوقه. نقول تاني المقادير: مقادير الصلصه لوحدها نص كيلو من الطماطم المبشوره. يعني ايه مبشوره؟ هشرح لكم دلوقتي. وعندي كمان بصلايه مفرومه وفصين توم، ومعلقه زعتر، ورشه شطه، ومعلقتين من صلصه الطماطم المركزه، ومعلقتين من زيت الزيتون، واخيرا مكرونه مسلوقه. يعني ايه مبشوره؟ يعني دايما الناس، في ناس ما بتحبش القشره بتاعه الطماطم دي، فاحنا بنقسم الطماطميه نصين، وبالمبشره بالعين الكبيره بنبشرها، بتبقى بالشكل ده بس.